بيكم اعزائي المشاهدين وسهره جديده ويوم جديد من ليالي لايف. سهرتنا النهارده سهره ممتعه جدا، بتهيألي هنقدم فيها فن مختلف وفن ذو طابع خاص. بتهيألي في بعض من الناس اكيد عارف الفن دوت وقرا عنه وسمع عنه، بس انا عايزه اعرف الفن دوت بالتفاصيل اكتر من الضيوف اللي هينورونا النهارده. معانا مي عبد الرحمن، اهلا بيكي. اهلا مريم. بتنحتي على الرمل وليه مسمى تاني؟ جرانيوليت. وده اللي هنعرفه منك تفاصيل اكتر عنه. ومعانا شيماء ممدوح، موزايك. هنعرف موزايك يعني ايه وعباره عن ايه الرسم الموزايك دوت. ومعانا عبد المعطي، انت رسم عن ريكلام، بترسم تابلوهات بالزلط كمان. ده هنعرف تفاصيل اكتر منكم، وكل واحد يقول لنا الفن اللي هو بيقدمه عباره عن ايه. نبتدي بمي. اوكي، كلمينا عن الفن اللي انت بتقدميه. معي اسم جرانيوليت، دي اسم الماده، الرمل نفسه اللي انا بشتغل بيه. رمل. اسمه نفسه هو جرانيوليت. يعني مش انا اللي هو انهي تابلو اللي احنا هنتكلم عنه، اللي هو كل الحاجات اللي بالرمل. بالرمل اللي ده. هي يعني والتابلو ده كمان مظبوط. التابلو ده كان يعني المفروض ان انا دخلت الزلط عشان يبقى تكنيك جديد بدل ما يبقى رمل صافي، فانا قلت ادخل حاجه من نفس الماتيريال. رمل وزلط يعني. انا هو نعم، انا باجي كده على عبد المعطي شويه في الزلط، بس انا نوعا ما على قد يعني حبيت يبقى في تكنيك مختلف من الرمل ويبقى نفس الماتيريالز، يعني حاجه من نفس الروح بتاعته. بعد كده حبيت ان انا اشتغل حاجات، الاول اشتغلت حاجات كلها مسطحه، يعني كل التابلوهات اللي زي كده دي كلها حاجات تسطيحيه. بعد فتره بدات اتطور الموضوع شويه بان انا اشتغل حاجات مجسمه، يعني زي الاركيت اللي هو بتاع الكوخ ده. دي حاجات قائمه، يعني بدل ما تبقى مجرد تابلو كده يبقى حاجه، لا يبقى قائمة. مجسم بالظبط، يبقى زي 3D كده بالظبط. حتى الفاز اللي قدامك اللي هي زي دي، دي رمل كلها. طبعا هي دي اول هي ملمسها باين يعني ان هو هي طبعا هي عشان دي كمان اول واحده يميروا، فهي صعبه شويه في لسه ما طلعتش الفينش بتاعها بالمستوى اللي انا عايزاه الكواليتي. بس انا حبيت اجرب، لو انا هشتغل على حاجه دائريه هعرف اقيم ده ولا لا. فاهمين؟ المره الثانيه عايزه اشتغل من غير ما يكون في حاجه داخليه، ابني رمل على رمل. بس رمل. طب وده ينفع؟ هو ينفع، بس هيحتاج مني كميات رمل اعلى شويه. يعني ده بيقل مني نسبه الرمل، بس هيبقى احلى وليه ابعاد اعلى لو انا خليته رمل رمل بس. يعني لو عايزه ابني مثلا قصر، لو هبنيه كله رمل هيبقى تحفه. طبعا انا متخيله ده اللي بنشوفه، بتهيالي بنشوفه بره، بنشوفه بره ان هم بيبقوا على البحر عاملين حاجات مجسمه، ما اعرفش بقى يا ترى بيستخدموا لها ميه. انت اكيد عندك علم بدوت وعارفه اكتر مننا، بيستخدموا ايه ان هم بيستخدموا يثبتوا الرمل الطبيعي اللي بيبقى على البحر ده ازاي؟ بس هو الرمل في ناس فنانين، بس دول كلهم دوليين يعني بالظبط عالميين بمعنى. انا لما بشوف فنهم بصراحه انا بقف يعني شابوه ليهم بامانه. يعني لما يعمل من مجرد رمل ممكن بيرسم بني ادم او يرسم اسد او تمثال، بيطلع لنا فوق بيرسم قصور وبيرسم. دلوقتي اتضاف عليه ان هو بقى ينزل منه شلالات ميه، وده الجديد يعني، ده اللي انا شفته بيرسمه نزل منه شلالات ميه ويبقى فيه درجات الوان. تحسي ان هو قرب يتكلم خلاص بالظبط، يعني لو هو عامل مثلا قصر ودخله ميه وشلالات يعني عامل شكل مجسم ممكن لمدينه او لفيلا او لقصر بمعنى اصح. ده حتى الشبابيك بتاعتها تلاقي ان ادق التفاصيل مش موجودة سايباها. انا بحاول ان انا اوصل يعني بعمل مجهود لده. بس طبعا اكيد مش هوصل لهم بحجمهم لان انا بشتغل مش بالميه، انا بشتغل يعني هم ممكن يكون عندهم حاجات تتهد بعد فتره. دي يعني هم بيحاولوا يعملوها في مكان، دي بيعملوها مكان مفتوح اصلا بيبقى على البحر، بس بيحوطوا عليه بقى وممكن بيسيبوه فتره بس ممكن يتهد في اي لحظه. الشغل ده ميزته في ان هو ممكن يتغسل، ممكن يتغسل. معقوله دي تتغسل؟ انا بحطها تحت الدش كده بغسل. عشان اكيد مع الظروف الجويه بتاعتنا بتلم تراب وبتلم حاجات. طب قصدي ان هي لو موجوده في اي بيت ما يبقاش خلاص انها استغنيت خلاص. دي حقيقه. وحاجه تانية ان ممكن تعدلي فيها، يعني ممكن مثلا انا جالي قبل كده بعت تابلو وبعد فتره في واحده جت قالت لي ينفع اضيف عليه حاجه، يعني كان صوره قالت ينفع اكتب عليه اسم او كلمه. يعني كل ماده ممكن تغيري، ممكن تغيري لون البرواز، يعني كل مره ممكن تعملي منه شكل جديد خالص مختلف عن اللي قبله. فده كده انت بتحسي ان الموضوع اللي عندك حاجه في ايدك غير الحاجات الجاهزه. هي دي بقى فكره الهاند ميد في كده. فكره تفاصيل اكتر واخش بقى بعمق اكتر، بس نسال بقى شيماء. انت يا شيماء الفن اللي انت بتقدميه موزايك عباره عن ايه؟ فن الموزايك اللي هو ده. ببساطه يعني انت ممكن تستخدمي قطع صغيره بحيث ان انت تكوني بيها منظر جمالي كبير.
طبعا دي فيروز من اقرب الحاجات اللي يعني اكيد اكتر حاجات اللي انا بحبها حد جدا. طبعا اكيد فيروز كمان دي شاركت بيها في صالون الساقيه كان لسه مقام يوم 22 والحمد لله يعني كسبت من لجنه التحكيم ان هي تشارك في المعرض ده فهي مميزه جدا يعني بالنسبه لي والحمد لله عجبت ناس كتير جدا وشكلها جديد ومختلف. لا فيروز وكمان انت اخترتي شخصيه ذو قيمه وكل بتهيألي الوطن العربي كله. معلش سؤال هو ده كله ازاي صح؟ يعني انت خدتي السؤال اللي انا عايزه اساله. يا باي لا 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 انا موافقه يا باي. كل ده لا بالظبط انت كلمينا بقى الخدمات اللي انت استخدمتيها ازاز و كله ازاز وفي كريستال ده ولا استخدمت في الكريستال اللي فوق في التاج استخدمت كريستال والباقي كله موزايك زجاجي بس في تاتشات الوان بقى يعني انت اللي ضفت الالوان دي ولا انت اللي بتجيب الخامات دي جاهزه؟ لا هو الموزايك اصلا ليه الالوان دي بتاعته وبيبقى ابيض واسود بس ولا انت لا ممكن كل الالوان متوفره دلوقتي. طب انت يا مي درس شيماء انت دارسه ايه؟ انا دارسه اداب اعلام اداب اعلام والموزايك هوايه واشتغلت فيها بقى لي تقريبا 7 سنين لحد لما كونت كيان خاص بيا بقى وبدات اشتغل الشغل ده خاص بيا. بتعملي طبلوهات وليكي طبلوهات وارضيات وحوائط اي حاجه الموزايك دلوقتي بيستخدموه بشكل كبير جدا في الديكورات. ممكن تعملي حيطه كامله سواء تعمليها موزايك تعمليها موزايك بس دي بتبقى مكلفه اكيد هي مكلفه مجهود بقى ومجهود كبير طبعًا. جدا يعني بس حسب برضو الشغل اللي بيبقى فيها. يعني في حاجات ممكن اشتغلها ببلاطه سليمه عادي في حاجات بتبقى منظر طبيعي اشكال هندسيه كل حاجه حسب الديكور بتاع البلاطه دي انت بتنحتي عليها ولا بتكسريها وتستخدمي الالوان بتاعتها؟ بكسر كل لون لوحده وبعد كده ابدا اشتغل بيه. وممكن عادي ان انت تقدري ترسمي اشخاص؟ يعني مثلا لو جيت قلت لك لا يا شيماء عايزاكي ترسميني مثلا. ايوه طبعا بعمل انت رسمتك يا مي ولا نفسك ترسمي؟ ان شاء الله في شقتك يا مي بقى خليها ترسمك. وفي اكيد حد بيجي يقول لك مثلا عايزه في اوضه النوم مثلا اعمل صوره مراتي صورتي انا وهي في حاجات تعملي كده فعلا؟ طبعا وبعدين في ناس كمان بيطلبوها كاريكاتير شويه دي برضه مثلا يبقى راسها كبيره اكيد دلوقتي المتعارف عليه راسها كبيره وجسمها صغير بالظبط كده بيبقى شكلها حلو جدا ومختلفه وجديده. كل واحد حسب بقى شخصيته حسب دماغه كده بيحب يعمل ايه. بس بتهيألي هي مجهود ومكلفه. يعني انت ممكن في تابلو زي دوت لفيروز انت كلفك قد ايه وقت مثلا عشان بصي هو دوت يعني تابلو سبيشال في كل حاجه يعني ممكن تتخيليها انا عملته بالظبط في 3 ايام لان انا كنت عايزه اشارك بيه في المعرض. دي كانت بدايتك ولا دي كانت فتره لا دي لسه جديده؟ لا الفتره اللي فاتت يعني انا قعدت فيها عشان اعرف اشارك في المعرض فانجزتها بسرعه جدا علشان اعرف اشارك فيها. لكن عموما هو بياخد وقت وبياخد مجهود كبير الفن الموزايك. نرجع بقى لعبد المعطي. كلمنا عبد المعطي عن الفن اللي انت بتقدمه. هو عباره عن ركام، الركام ده اصلا بطبيعته هي الطبيعة. هو بعيد عني ف الطبيعة هي حتى اسمه باين ان هو طبيعة. ركام هو زلط ورمل بطبيعته. هي انهي تابلو اول تابلو التابلوهات اللي محطوطة كبيرة؟ لا دي حاجات مؤخرة. دي المؤخرة اللي انت دي حاجات مؤخرة انا في البداية كنت بشتغل في مباني اسلامية قديمة حارات جوامع. اللي هو تابلو عبارة عن بيوت كان في الاول بداية كانت صعبة شوية. صعبة ما هي صعبة وبتاخد مجهود كبير ووقت جامد. فالمراحل بدات تتطور معايا ان بدات ارسم. انت دارس ايه يا عبد المعطي؟ معهد فن تجاري. ملوش علاقه بالفن. ملوش ما لسه هو الفن. انتوا الثلاثه دارسين حاجه مختلفه تماما عن الفن اللي انتوا بتقدموه. بكالوريوس تجاري. كمان. بس هو كلفني عناء ووقت جامد جدا على ما وصلت للمرحله اللي انا وصلت لها في الاخر دلوقتي دي. بس انت طورته ازاي يا عبد المعطي؟ كلمنا كنت بدايتك ازاي وابتديت ان انت تبتكر فيها وتطورها ازاي؟ هو في البدايه كانت حته لوحه قعدت افكر فيها كتير وقعدت معايا وقت ايه اللي شدك ان انت تخش وتمارس الفن ده ويستهويك بمعنى؟ هو بصراحه مدرس ليا بصراحه ليه الفضل. مدرس في المدرسه. هو اللي كان بيعلمك ازاي ايه دي فايده الفنون اللي بتدرسها في المدرسه؟ بس يا ريت كل واحد يعمل عمله بجد. قليل قوي لما تلاقي حد زيه كده بصراحه يعمل عمله باتقان بجد
مش اللي هو وقت بيقضيه وخلاص، اللي هو بيعمل اللي عليه بجد. بيحببك فعلا في الفن اللي هو بيقدمه؟ فعلا هو اللي حببني في الفن، هو كان السبب في اللي انا فيه دلوقتي. بس يعني المراحل بتاعت الثانويه كانت لسه بدايات، لسه الفن ما تطورش جوايا. فبعد ما عملت اول حته كده قعدت كتير قوي على ما عملتها، بس الحمد لله يعني طلعت حلوه قوي. طلعت حلوه قوي، بس لسه محتفظ بيها لغايه دلوقتي؟ طبعا. لا دي مش هتقدر تديها طبعا لحد. دي خالص. قعدت تتمرن فيها قد ايه يا عبد المعطي؟ قعدت كام وقت؟ قعدت حوالي 4 سنين. في حاجات كانت بتبقى صعبه عليا بسيبها على ما الاقي لها فكره جديده، فيعني قعدت معاها كتير، بس الحمد لله طلعت بنتيجه كويسه منها. دلوقتي طبعا ان انت تقدر تعمل تابلو او كده ما بياخدش وقت سريع زي ما كان اول. بياخد وقت بس مش زي الاول. يعني مثلا تابلو بياخد منك قد ايه وقت؟ لو نتكلم على تابلو انت عايز تعمله بياخد. لا هو الوقت كبير شويه بس ان انت تنفذه. بس ده الواحد بيقعد يذاكر فيه قبل ما يفكر يشتغل فيه. بتنفذه الاول على الورقه؟ لا اما على الخشب على طول. على الخشب. بس بذاكر فيه قبل ما افكر ارسمه. اللي هو ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، في حاجات تعقبات تقف قدامي كتير. يعني مثلا عندك الصوره بتاعت نيفرتيتي دي في فصوص كده وانا مش عايز ادخل الوان خالص في الصوره. بس يعني كميه كبيره على ما لقيت الكام زلطايه اللي ينفعوا في المكان ده وهم جم بالظبط على قد الزلطايه. فصوص في التاج. هي دي طبعا الفصوص، عشان هي كمان بيميزها انها كانت فصوص قيمه وفصوص احجار احجار كريمه. بحيث ان انا عايز اخلي الركام، هو الركام طبيعه وانا مش عايز اخلي اي حاجه في الصوره بعيد عن الطبيعه. حتى البرواز نفسه بعيد عن الطبيعه خالص، كله طبيعه طبيعه. ليه البرواز انت مستخدم ايه من البرواز ده؟ عباره عن حرق. حرق خشب؟ حرق الخشب نفسه. يعني شغل قايمه بسيط كده برضو. يعني التفاصيل اللي هي الحاجات اللي بالفرعوني، الكلام الفرعوني دوت، ده حرق خشب؟ وقبل الحرق بيبقى فيه شغل قايمه. عشان يحرق معاه يعني انت اوريدي الكلام دوت انت اوريدي مفرغه وحرقه بالخشب وبعد كده مركبه كلمه كلمه حرف مش حرف مركب، حارق عليه بعد حارق عليه. بعد ما نحته يعني انا قعدت كبير وقت كبير قوي على ما اتعلمت فن النحت. يا ريت نجيب الصوره تاني ونتكلم عنها. لا اللي جنبها كمان في النحت بتاعها احلى شويه. النحت بتاعها هي دي اكتر صوره معتز بيها كبرواز. كبرواز. البرواز بس بخلاف النظر عن اللي جوه البرواز. خدت منه وقت جامد قوي في مكلفه يا عبد المعطي الصوره دي؟ هي مكلفه وقت ومكلفه مجهود ومكلفه خامه برضو، مش مكلفه يعني. بس اكيد يعني مثلا اكيد في مشاهدين عجبهم. طبعا تحفه يعني جميله جدا. اكيد يعني هيبقوا عايزين مثلا يطلبوا منك ان انت تعمل لهم. انت بتقول انها مكلفه ومكلفه. الاول انا كان صعب عليا ان انا اوصل ان انا اعمل المستوى ده. كان مقتصر على مباني وحاجات زي دي، حاجات تقليديه اللي هي المعروف عليها يعني المشروبيات بتاعت زمان والشغل ده. لكن دلوقتي بدات تتطور معايا، ارسم اسد، ارسم حاجات كده حلوه شويه. كان بينقي الزلط وشيرع مية. يعني اول لوحه دي قعدت فيها 4 سنين كنت بنقيها بالواحده، ويا ما سمعت تريقه ويا ما سمعت معاناه، بس طبعا انا ورا اللي انا عايز اعمله الحمد لله وصلت النتيجة كويسة الحمد لله. الحمد لله. أكيد إن أنت توصل للفن الجميل دوت بالشكل ده فأكيد يعني أخدت مجهود. مي بقى قولي لنا عبد المعطي كان بتشوفيه. بصي إحنا لسه كنا في مهرجان كلنا مع بعض، كنا أعضاء يعني ناس عارضين من ضمن العارضين في المهرجان، كان بيلم مجموعة كبيرة جدا في مهرجان إيه مصر اللي أنت فيها فيه؟ مهرجان دانتيل. مصر فيها فنانين يعني. دي اقل كان كلمه. كان في القاهره ولا في محافظه؟ لا هنا كان في القاهره. كان فعلا فعلا في فن يعني تشوفي كده ايه كميه المواهب الرهيبه دي. وفينهم مش ظاهرين؟ احنا ليه يا جماعه ما بنستفدش من الناس ديت؟ احنا ليه جيل الشباب دوت يعني انا فرحانه جدا وانتم بتكلموني عن الموضوع دوت. انا عرفت ان انت بتحبي قوي الحاجات دي. ايوه يعني فعلا بجد يعني انا الفن ده بالذات بيستهويني يعني، وبالذات ان انت عامله تابلوهات شيك وعامله حاجات وعامله يعني انا مش عارفه الناس دي ليه ما بتعملوش معارض، ليه ما بتنزلوش مهرجانات، ليه التلفزيون يعني ليه التلفزيون مقصر معاكم ما بيعرضكمش بالشكل اللي انتم محتاجينه يعني. احنا طلعنا احنا عملنا حلقات ولكن للاسف الحلقات مش بيبقى لها صدى الصوت اللي احنا محتاجينه. يعني انا بيجي لي لايكات واعجابات من بره مصر
اكتر من جوه مصر. الناس بره حابه قوي ايه ده هاند ميد، ايه ده معقوله؟ طبعا يعني انا انت عايزه اقول لك القطع دي هاند ميد بالنسبه لهم بره دي انجاز، بيقدروا الصوره طبعا انا كمان حتى الكوخ ده انا عاملاه مضيء. عايزه اقول لك في ناس بتتصل تسالني على التفاصيل ادق، يعني انا عايزه اقول لهم معقوله انتوا قعدتوا درستوا صوره للدرجات دي؟ يعني حجم الموضوع وصل معاكم لكده؟ بس سيبك بقى من كل شغلي، انا وانا في المهرجان ده لما اتعرفت عليهم انت اتعرفت عليهم عن طريق المهرجان؟ عن طريق المهرجان. عبد المعطي كان واخد اعلى فوت. سوري يا شوشو. ايوه انا معاكي. كان اعلى فوت بامانه، لان الشغل بتاعه بسم الله ما شاء الله مميز. كمان هو عنده طبلوهات احجام كبيره جدا جدا، فلما ده بيقول لك قعد في طبلوه 4 سنين، فاكيد واحد دقيق بالشكل دوت مش يعني مبدع فعلا. عنده طبلوه اسد يعني مش ممكن تتخيلي، احنا كلنا كنا واقفين قدامه. هو ده فعلا كده؟ هو ده فعلا زلط؟ ده قرب يتكلم يعني، انا حاسه الاسد هيطلع من الصوره خلاص. الناس كلها كانت معجبه جدا شغل التابلو، تحس ان هو 3 دي. اخدت جايزه في التابلو ده ولا لا للاسف؟ للاسف. كمان شغل شيماء، انا لما لقيت ان هي برضو لما بتعمل حاجه يعني انا عامله وش قبل كده شبه الوش اللي هي عاملاه، بس انا بالرمل، هي بالازاز. فقعدنا نتناقش، احنا تقريبا احنا الثلاثه المواد بتاعتنا قريبه من بعض. الكواليتي ممكن نطلع في الاخر بنتيجه ان احنا نعمل حاجه مشتركه. يعني ممكن احنا الثلاثه نشترك في تشطيب فيلل، ممكن احنا فاهميني يعني ممكن ناخد حاجات كده مع بعض. فيعني كنت سعيده جدا ان احنا بقينا اصدقاء، وان احنا كمان احنا معانا ناس تانية غيرنا كتير في فنون رهيبه عاليه قوي محتاجين انها تظهر سندنا. ان انتوا تستخدموا رمل، يعني انا عايزه ارجع لك يا مي بالاخص، معلش يعني انا كل واحد هتكلم معاه بالتفاصيل اكتر. ان انت تستخدمي الرمل وان انت تطوريها وان انت تحط لها اكسسوارز وتحط لها حاجات، دي اكيد بتتطور كل شويه. ازاي بتتابعي ده؟ وازاي ان انت كمان غير دراستك تقدري ان انت تخشي تتابعي ده، وبالذات ان ما درستهوش؟ ففي مدارس فعلا بتدرس ده ولا في هو في بيدرس في فنون جميله في الكليه؟ في الكليه بس هو الطلبه بياخدوه على ان هو ماده دراسيه فهنأديها، خلصنا الماده خلاص احنا خرجنا خدنا فيها الدرجه. ما بتستهواها يعني ما بياخدوهاش كهوايه ان هم يقدروا يبدعوا فيها، يقدروا بالظبط. الحاجه اللي بتتعمل حب اللي بتعمليه هتعمليه احلى من اللي بيدرسه. والصبر. هي فعلا انتوا يعني انا شايفه الشغل ده محتاج صبر. يعني دايما كان الصبر اللي دايما كان يقولوا الصيد هو اللي بيعلم الصبر. متهيألي لا، الفن ان انت ترسمي بالرمل وان انت تعملي كمان، يعني انا شايفاكي ان انت عامله ايه رايك فيها؟ الايد لا الخيال، مجرد عباره عن فكره خيال، حاضر خيال، مفيش حاجه، مفيش فكره اصلا، وطلعت نتيجه. يعني عايز اقول لك ما شاء الله عامل فوت حلو قوي قوي يعني. طب والطفايات والحاجات اللي هي اللي بتحط فيها الورود مجففه بتاعت شيماء بقى، موزايك الازرق دي كانت فكره جديده كده، حبيت اعمل حاجه مختلفه. بس ده انت عاملاها بالازاز وبالرمل؟ ايوه يا ريت ترفعيها ساعديني كده. ساعديني يا مي كده. دي كلها موزايك عاملاها، بس بدات استخدم تكنيك مختلف شويه. بدات اكسر مثلثات واعمله ديجرادي كده من غامق لفاتح، فاداني نتيجه حلوه يعني الحمد لله. اصلا انت مستخدمه يعني درجات اللبني والكحلي فادت نتيجه حلوه يعني الحمد لله. دي بتستخدميها كطفايه؟ طبعا لو انت حد طفى فيها بتهيألي ممكن تقتليه يعني. ممكن تقتليه يعني، اقيم بكتير انها تتحط. بتتحط كده بس او يتحط فيها ورد مجفف زي ما انت شايفاك حاطه جواه اوريدي ورد مجفف. التانيه دي انا عملتها بس بالرمل دي؟ لا استخدمت فيها الخرز. بس استخدمت تعرفي تجيبها لنا يا مي ولا يبقى صعب عليكي؟ اوكي خلاص. استخدمت فيها الخرز بس كسرته شويه بحيث ان هو يبقى ناعم اصغر حجم اصغر، ودخلت معاه لون اسود عادي واسود فيه لمعه شويه وبدات اشتغل بيه. لا وكمان بقى انا عايزه ارجع في اللي جنبها الكاندلز والطبق وكمان في زلط، يعني عامله شكل كده واحجام وطول وعرض. انا بحب اصلا الشموع بشكل غير طبيعي، بحاول دايما ادور على فكره جديده اقدم بيها الشمع ده بشكل مختلف. فدي استخدمت فيها برضو الخرز، استخدمته بنفس التكنيك مكسره اللي هو الاسود ومكسره اجزاء صغيره. واللي في النص ده برضو شكل تاني جديد من اشكال الخرز، بيبقى متركب هو متركب هو الخرز بيبقى متركب مجموعه مع بعض.
طب يعني هو بتطوري وبتعملي حاجات، يا ترى الخامات دي بقى متوفره ولا بتلاقيها بصعوبه ولا بتلاقيها مستورده؟ يعني الخامات اللي انتوا بتستخدموها دي بتلاقوها متوفره في مصر ولا لا؟ بصعوبه جدا طبعا. انت بتجمع الكلام في الشارع. بصعوبه جدا. لا دي كانت اول كانت أول تجربة. بس بعد كده عرفت اوصل لسكه الزلط ده عباره عن ايه وبيجي ازاي وبيجي منين، لحد ما عرفت ان هو اصلا اسمه الحقيقي زلط مرشحات. بيستخدموه في مشاريع معينه. فدخت على ما وصلت ان انا اجيب منه. طبعا هتلاقيه بقى بكميات، فهيبقى متوفر. وبعد ما جبت الكميات انا كنت فاكر ان هو انا هشتغل بيه على طول. اتاري ان يعني المتر منه حوالي 20 شوال صغيرين. فلما ال 20 شوال دول مش هتشتغل بيهم، هو شوال او شوال ونص اللي هيطلع منهم. ازاي؟ والباقي كله يترمي مالوش زهوه. يعني انا بدور على الزلطات السليمه. مكلف بقى هو مكلف الى حد ما. بس هو تكلفته مش في ثمنه كمان، يعني لا في المجهود اللي انت بتقدمه. لما بياخد وقت عشان انت تطلعي اللي ينفع منه، وبعد ما تطلعي اللي ينفع منه تقسميه مقاسات كبير وصغير، وكلهم متراوح يعني مقاساتهم قربه لبعضيها. بس لما تلاقي زلطايه عاليه وزلطايه بالظبط مش هتنفع، مش هتلاقيها، مش هتلاقي اللوحه حتى مش مديها التعبير اللي انت المفروض تشوفيه في الاخر. لازم يتقسم مقاسات الاول اكيد، وبعد كده يتفصل الوان، واكتر من 200 درجه في 5 الوان. يا نهار ابيض. أكتر. انا كده اللي هو اللي بتختصر الكلام. ومش كله هينفع شغل. يعني الالوان الصريحه اللي فيه قليله قوي. يعني مش هيزيد عن 20 درجه اللي ممكن تشتغلي بيهم درجات صريحه، والباقي ممكن اعمل بيه شويه كتابات. ايه اخبار الاسره؟ يعني كلمني عن الاسره. لا انا في الاول كنت بتهاجم. ايوه طبعا، موضوع يا ابني غير الفن دوت وشوف حاجه تانية. اكيد صح. خلاص احنا كنا لدرجه ان احنا ممكن نطرد فعلا من البيت. اكيد رمل. وانت الرمل اكيد، يعني احنا بنتكلم كلام سهل، يعني احنا بنقول رمل متواجد ومتوفر في مصر ومفيش احسن من الرمل عندنا وكواليتي الرمل، لكن ان انت تستخدميه وتلزقيه وتجمعيه ده حاجه مش سهله. بصي يعني هو صعب بس زي ما اتفقنا هو محتاج صبر طبعا. بس حته ان انت تحطي رمله حاجه ما تتمسكش اصلا طبعا، جنب رمله علشان تطلعي بنتيجه يعني حاجه ظاهره كده، زي الزلط زي الموزايك زي قطع ازاي. فكره التجميع حاجات صغيره دي صعبه قوي قوي جدا. بس في الاخر هي محتاجه حب. طبعا. يعني هي محتاجه تبقي كمان عايزه تشوفي النتيجه. طب ده هيطلع. يعني انا مره اشتغلت بلون ما كنتش عارفه نتيجته. طبعا. انت بتحطي بس اول نبذه كده وخلاص، بقى ممكن يستهواكي زي ما انت قلتي. يعني مثلا الايد بس تعبير، يعني صوابع بالوان ده مانيكير على فكره. مانيكير. ايه ده حطيت انا مانيكير؟ ده بديكير ومانيكير. يعني عملت لها كمان مانيكير في الصوره علشان ما هي مامتي هتطردني بسبب كده. بدل ما تجيبي الحاجات تستخدميها لنفسك بتستخدميها في التابلوهات بتاعتك. انا وانا ماشيه في الشارع كل ما ادخل مكان، طب يعني السلسله دي حلوه قوي، طب هو انا لو خدتها عملتها، يعني انا بفكر اعمل مثلا ست بالتفاصيل بقى بتاعتها تبقى كلية طبيعي، فما عشان احس او يبدا يدخل فيه عناصر ثانيه. ده حلو بالظبط. يعني مثلا لو حد لابس تاج يبقى تاج حقيقي. فالموضوع بقى كل ما ادخل مكان لقيت ان انا بدات انسى انا، وكل ما طب دي هتنفع في الطابلو، طب دي لو حطيتها في كده هتيجي، طب في زلط ملون نازل جديد انا عايزه ادخله كده. كلموني بقى على التطور، وكلموني بالذات دلوقتي شايفين ان الحاجه الجديده بتقدروا ان انتوا تستفيدوا منها وبتفيدكم في شغلكم ولا لا؟ ممكن القديم هو اللي ذو قيمه اكتر، يعني مثلا زي الطابلوهات اللي انت وريتها لنا اللي هي نفرتيتي والحاجات الشكل اللي هو التراثي، هو ملت تاني للحاجات الخشب، وبتهيألي الحرق والكلام ده شغل قديم. هو الحرق داخل معاه علشان المساحه. المساحه برضه عامل اساسي. الزلط ليه احجام برضه، احجام صغيره مش زي الرمل. الرمل حجم صغير قوي، والمزيك برضه فيه منه حاجات صغيره جدا. تفاصيل وانها تجمع يعني. اكيد يعني يا شيماء ان انت تجمعي، نجيب صوره ثانيه فيروز، ان انت تجمعي الاحجام عشان توصلي بيها الشكل النهائي دوت، فلا صعب. صعب او بياخد مجهود وقت كتير جدا. الشعر والتفاصيل ازاي الحاجات مقصوصه رفيع قوي كده، كل ده بياخد وقت. طب ايه رايك يا شيماء انت ومي عبد المعطي، ايه رايكم نطلع فاصل اكيد نشوق كده الجمهور بتاعنا ونتكلم على الفن الميوزيك ونتكلم على الفنون التانية بشكل تفاصيل اكتر، بس نطلع فاصل سوا ونكمل بقيه حوار.
ورجعنا بعد الفاصل. لسه كان سهرتنا في ليالي لايف صار ممتع جدا. ودلوقتي كنا بنتكلم مع شيماء عن الموزايك اللي هي عاملاه لفيروز. بتهيالي ان انت لو استخدمتي حاجه يعني للبق مثلا او كده كسر معين اكبر ما كانش هينفع. فاكيد ده اخذ منك مجهود وان انت تعملي تيست واختبار. طب يا ترى بتعمليه على نفس التابلو ولا لا بتعمليه على تابلو تاني وبعد كده تيجي تركبيه؟ لا انا بشتغل كله على التابلو يعني نفسه. بعد كده لو في حاجات عايزه اغيرها او احسن منها شويه بفك وبركب تاني يعني. بس مش بشتغل بره وبعد كده اركب على التابلو. طب اكيد الخامات لو يعني بتشوفوه بره ايه المتطور وتقدروا ان انتم ممكن تقدروا تجيبوه وتستخدموه ولا لا بتكتفوا باللي موجود هنا في الطبيعه المصريه؟ لا يعني هو مثلا بالنسبه للموزايك هو اصلا كماتيريال اصلا هو مستورد. فهو بينزل منه ألوان وأحجام معينة بتبقى يعتبر ستاندرد أصلا. يعني زي ما عبد المعطي قال إن هو بيجيب شويلة وعارف مكانها ومصدرها. أنت في الموزايك بقى اللي بتستخدمي الحاجات الكسر اللي هي لا مش الكسر هي البلاطة أنا بجيبها 2 سنتي في 2 سنتي وبعد كده ببدأ إن أنا أكسرها حسب المقاس اللي أنا محتاجاه. في آلات معينة بتستخدميها نهت في قصافة حاجه يعني حاجه تكسر السيراميك الموزايك ده. طيب ايه اللي التطور اللي انت عملتيه وايه اللي انت ضفتيه في الموزايك خلاه ان انت تتميزي بيه يا شيماء؟ اول حاجه الموزايك كان متعارف ان احنا بنعمل بيه مثلا حمامات سباحه يعني ميكس مثلا في الالوان بتتعمل في حيطه او رسم رسومات بسيطه او باترن كده اشكال هندسيه. لا دلوقتي بدا يبقى في تطور اكتر بدات ادخله في لهم اكسسوارز لان انا بحب جدا حاجات في البيت اللي هي زي كاندلز زي الحاجات البوكس في المرايات دخل بشكل كبير وكل فتره بحاول ان انا اطور شويه في شكل المرايه اعمل حاجه مختلفه. برضو البورتريهات التابلوهات يبقى في منظر طبيعي في مناظر شويه مودرن تمشي مع الديكور المودرن الجديد اللي كل الناس تقريبا بتستخدمه دلوقتي. شايفه ايه اللي بياخد وقت يعني انت ترسمي على تابلو ولا ان انت لا ترسمي في مكان في بيت؟ يعني مثلا اكيد بيجي لك مثلا حد كاستمر ليكي او حاجه يقول لك لا انا عايز مثلا الحيطه ديت انا عايزك ترسمي على المرايه ديت انا عايزك ترسمي لي هنا. ايه اللي بياخد وقت التابلو ولا الشغل اللي بيبقى في البيت؟ اولا هو حسب المساحه وحسب الديزاين اللي انا هشتغل عليه. ده اللي بيحدد لي بالظبط انا ايه اللي هيكون متعب شويه. يعني لو هعمل حاجه زي كده مثلا بورتريه ده يعني بيعتبر اصعب شويه في الشغل بتاعه بياخد مجهود اكبر. طريقه حتى رص الموزايك مش بطريقه عشوائيه لا انا بمشي مع خط الوش نفسه او مع نسيج العين عشان خاطر ان انت كل ما التطور صغر بالنسبه لك كل ما بيبقى اصعب. كل ما المساحه تكبر كل ما بيبقى اسهل شويه معايا في الشغل. طب دي حاجه كويسه يعني معلوم هو فاهم بقى فهو بيتكلم نفس النظام معايا كل ما صغر كل ما بقى اصعب. ان هضطر الاقي مقاس ادور على مقاس اصغر اللي هو شبيه للرمل اللي هو اكبر من الرمل حاجه بسيطه عشان اعرف اعمل تفاصيل. وفي تفاصيل مش هتيجي بالزلط فمطعمها بتطعمها بالحرق. ما انا مش عايز الون خالص. انا حابب ان انت تستخدم حاجه طبيعي انها شغل طبيعي حتى البروز طبيعي. الخلفيه نفسها طبيعيه. الخلفيه طينه ارض زراعيه مش مفيش حاجه متقدمه في التبرعات مفيش حاجه متلونه خالص. في حاجات زي تفاصيل العين رمش. طب ما انت قلنا الحجاره اللي هي اللي كانت في نيفرتيتي قلت لي الحجاره طبيعي. طب دي جايه من كميات كبيره وهم كام واحده دول بالعدد ولستر ربنا هم اللي يا دوب ارض الصوره يعني الحمد لله. كميات كبيره اللي هم دول اللي وفرتهم منها. نفترض كنت وقفت على زرطة بقى ما كانش كنت هستنى مش هتبقى خلصانه كنت هستنى لحد ما هي دي بقى المشكله. يعني ده اكيد بتواجهك فيه تابلوهات اكيد لسه متاخره عندك عشان انت تطلع زي الاسد. يعني انت قلت اوريدي الاسد اخذ منك قول لي التابلو بتاع الاسد اللي كان اتعرض في المهرجان اخذ منك فتره قد ايه؟ ده عدى سنتين الا حاجه بسيطه كده يعني. بس لما يجي حد بقى يطلب منك ان انت ترسم ده يا عبد المعطي كلمنا اكيد هيواجه مشكله ان هو يقعد سنتين عقبال ما يستنى ان هو يدخله. اصل في مراحل كتيره بتعدي عليا وده كله طبعا بعمله لوحدي حاليا.
انما بعد كده هتبقى سهله، في مراحل كتيره ممكن عماله تعملها، الناس مشتركه معايا تعملها. في اوريدي حد يعني متحبس لده؟ ما لقيتش حد بجنان لحد دلوقتي. اه ان هو يحب. اه طبعا عشان صعب وبياخد مجهود. وما تبقيش عارفه نتيجه الحاجه دي، يعني ممكن تقعدي سنتين، يعني زي طابلو الاسد ده اقعد سنتين ومش عارف نتيجته في الاخر هتبقى ايه. بس انا الحاجه لما بتتعمل بحب غير لما تبقى عايزه تتعلميها. اه طبعا. ففي حاجات تفاصيل ضيقه جدا كانت بتقف قدامنا، فطبعا الواحد كل ما بيغير يشيل ويحط، بس الشيل بصعوبه. واكيد اكيد هم المرحله دي بتعدي عليك انت كمان، عشان انت ازاز ان انت تغيري حاجه عملتيها تيجي تعمليها من تاني، فالشيل صعب لكن الحط ممكن يبقى سهل. طب ليه انت اوريدي بتبقي لزقتيه يعني؟ يعني انت اوريدي بتبقوا لزقتوه عشان خاطر هو بيبقى اتحرق خلاص. بس احنا انا عن نفسي في شغلي بلزق بالغيره، غيره ابيض، بس علشان اشيل من على الخشب القطعه مثلا اللي انا حطيتها لازم بحط عليها ميه واسيبها شويه عشان خاطر ندوب الغيره، وبعد كده احاول ان انا اشدها يعني جامد كده زي ما بقول لك متعبه صعوبة. شويه صعوبة. بس انت عجبتني يا عبد المعطي ان انت قلت ان انت اللي حببك في ده مدرس. قلت دلوقتي احنا بنشوف اغلبيه المدارس ما بقاش فيها حصه ولا الرسم ولا حصه الموسيقى ولا حصه الرياضه، ودي كارثه. بتستغربي منه يعني انا كنت بدرس ثانويه عامه ملهاش دعوه بالنشاطات دي بالظبط خالص. فتنصح الجيل الجديد وبالذات ان انت بتقول لا، وفن بجد يعني راقي وفن بيطلع حاجات ابداعيه جميله وحاجات انت بتقول خامات بتستخدمها من الطبيعه، فدي ما بتبقاش بتهيالي مكلفه قد ما هي بتستاهل مجهود، وان انت تطلع حاجه حاببها فدي بالنسبه للمجهود يعني هتعوضك ان انت شايف اللي انت عملته نتيجته يعني. تنصح بايه الجيل الجديد وتنصح بايه الناس؟ لا ان حصه الرسم وحصه الموسيقى وحصه الرياضه لا مفيده وانها ممكن تقدر انها تخرج. انا بنصح الناس بالحب في كل حاجه، حب ما تعمل عشان تعمل ما تحب بالظبط كده. انما النصيحه لوحدها ما بتعملش حاجه. يعني انت مهما تنصحي في حد هو فاسد اصلا مش هيتعلم. ما هو يمكن فاسد عشان ما جاش اداله حد اداله فن زي اللي انتوا قدمتوه او اللي انتوا اتعلمتوه وحب ان هو. ما هو دلوقتي احنا كل جوه انسان فنان بالزبط. بس ان انت تخرجه ازاي دي كارثه. احنا دلوقتي بنواجه مشكله ان احنا نلغي دوت وان احنا نكبت الناس انها طلع. ما هتخرجوا فن في حاجه تانية. ما هو انت فاكر ان البلطجي دوت ولا الراجل اللي هو يبقى مجرم هو بقى مجرم من فراغ ولا في مراحل مر بيها عشان أكيد يبقى كده؟ اكيد طبعا أكيد. لكن يطلع طاقه ابداعيه زي اللي انت بتعملها في فن راقي وفن يبقى له جمهور ويبقى له صدى وان انت تبقى فخور ان انت تقدم ده، فده يعني حاجه جميله. مش ده تخرج منك طاقه ايجابيه ان انت تطلع طاقتك اللي انت عايز تعملها في فن ده اللي انت بتقدمه؟ بالظبط طبعا. طب كلمنا عن ده، كلمنا ازاي بتخرج مثلا. يعني انت بتقول بتفرغ نفسك سنتين. لا ما بيجي لي وقت بزهق طبعا، بيجي لي كده كام يوم كده. طب احنا كنا بنقول نخلي الناس تتفق يا عبد الله. لا ما الوقت الشغل الحياه مش كلها شغل. طبعا. بس بيبقى في وقت الواحد بيزهق، عامل الدنيا برضو الدنيا كلها طبعا. طبعا اكيد. فبيجي وقت كده الواحد يزهق، بس طبعا المفروض لا يأس. طبعا المفروض لا يأس مع الحقيقه. هتوصل اللي انت عايزاه حتى لو النتيجه قعدت معاك سنين وشهور. طبعا ان انت تشوف زي ما انت يعني بتهيالي لما شفت رد فعل زمايلك واصحابك على الاسد انت بتهيالي لا دلوقتي كل تعب السنين اللي قعدت سنتين ونص تعبان فيهم بتهيالي ده كفايه كلمتين الشكر اللي بنسمعهم. طب نرجع بقى المي، كلمينا عن انت بتشوفي طبعا دلوقتي المدارس إن زي ما كنا بنقول لعبد المعطي ان احنا ما بنشوفش فيها الحصص ديت. يعني انا واحده من الناس برضو اتربيت على التدبير المنزلي يا جماعه، يعني طلعني احب ان انا احب وقوف في المطبخ. دلوقتي مين مننا من البنات اللي بتحب انها تقف في المطبخ؟ تلاقي كله بيستسهل، تلاقي كله ده مش صح. هو المتابعه بيني وبينك كل حاجه بايظه في البلد بسبب المتابعه، ما فيش مراقبه على اي حاجه. ولا المدارس عليها مراقبه ولا المصالح الحكوميه عليها مراقبه، ما حدش بيراقب اي حاجه في اي حاجه. الناس بتعمل اللي عايزاه والحكومه بتعمل اللي عايزاه. احنا محتاجين ضمير ومحتاجين ناس زيكم فعلا اتربت على اصول فعلا المدارس اللي بتعمل فن. فكلمونا عن ده وكلمينا يا مي، مين اللي حببك في الفن ده وخلاك ان انت لا من رغم ان هو مرهق ومن رغم ان انت بتلاقي معاناه مع الاسره انها لا بتبقى في بهدله في كراكيب في حاجات كتيره، من رغم ده لا انت بتستمتعي وحابه ان انت تقدمي وحابه ان انت لا تستمري في ده. هي
أول واحدة شجعتني جدا على الموضوع يمكن قبل ما تبقى عندي أنا الهواية دي هي مامتي، لأن هي شافت بنت خريجة فنون، ودي كانت من البنات القليلة اللي بعد الجامعة بدأت تقعد كده تجرب مع نفسها. كان عندها جاليري صغير بتاعها، كانت بتجيب حاجات جاهزة بتبيعها فيه، بس كانت بتقعد في وقت الفراغ تشتغل الطبلهات دي. بالصدفة أنا اتعاملت معاها وشفتها وطلبت منها إن أنا أتعلم منها الموضوع، وخصوصا شتتني كلمة رمل. رمل؟ هو الطبلو ده رمل؟ طب ازاي؟ لا انا عايزه افهم، طب انا يعني عايزه اتواصل معاكي. قعدت علمتني، اشتغلت اول طبلو قعدت فيه شهر، شهر بقى شهر يوميا، يعني انا كل يوم بشتغل فيه قطعه، بس طلع تحفه فنيه. انا كنت طايره، انا كنت بمشي بيه في الشارع. انا والله انا وصلت معايا المرحله انا كنت باخده معايا وانا نازله وانا خارجه من كتر الفرحه بيه. مش قادره اتخيل ان انا قدرت اعمل ده. الموضوع تطور ان انا بعدك ابتديت بورد، يعني انا بعمل ورد شويه بشويه. طب انا ليه ما اعملش حد شخص ملامح؟ طب ليه ما اعملش حاجه اسود خيال؟ طب ليه ما اعملش حاجه يعني ابدا اشوف الصوره، مثلا ممكن اتفرج على الصوره تعجبني، طب انا عايز اعملها، انا هعمل منها كوبي بس بالرمل. يعني ممكن اي صوره دلوقتي اقف قدامها لو هي تنفع، طبعا مش اي حاجه، لو هي تنفع ممكن اخدها اقول لا انا هعمل زيها، واخدها اعمل لها كوبي واشفها واشتغل عليها واحده واحده. بصي هو فعلا الموضوع محتاج حب. اما بالنسبه لان احنا يعني انت بتقولي ممكن حد مجرم ما بقاش بقي كده ازاي، هو ما لقاش حد يحبه، ما لقاش حد يقول له انت مش وحش، هو لقى ان كل المجتمع بيقول له انت وحش. احنا نفسنا لما حد بيحبطنا في شغلتنا، يمكن احنا الثلاثه بنمر بالمرحله دي لما بنلاقي حد بيحبطنا في شغلنا بنتعب وبنيأس، وممكن انا ممكن معايا تابلو اضطر ان انا اقوم انا عايزه اكسره، انا مش قادره استحمل خلاص. وفي لحظه تانية ممكن كلمه شكر واحده او برافو او ايه ده تحفه، طب ازاي، بلاقي نفسي عندي اكتف قوي 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 ان انا اكمل وعايزه ادي اكتر. تعملي اكتر من كده بالظبط. فالموضوع محتاج ان حد يشجعنا احنا بناء من عندنا، احنا او بدايه من عندنا، احنا عندنا استعداد ان احنا نعلم غيرنا. يعني انا علمت ناس بس هم يعني اعتقد ان هم شكلي انا يعني بعد الناس دي تعلميني. يلا لا بجد انا بحب الرمل جدا، وبالذات ان انا شفت الطبلات اللي انتوا عاملينها جميله جدا، وانا بحب شكل الفن ده. فالواحد يحب ان هو يعمل حاجه يبقى البيت والشقه يعني لحاجته هو يبقى من ايديه بتبقى حاجه حلوه. عارفه لو انا في مره فكرت قلت لو في كاميرا اتسلطت علينا واحنا بنشتغل، يعني انا مش عايزاها تصورني، انا عايزاها تصور ايدي وانا بشتغل حاجه، ويشوفوا حجم المعاناه في الموضوع وحجم الموضوع قد ايه احنا بنشتغله بحب وقد ايه احنا بنديله من مجهودنا من عينينا من صحتنا من وقتنا من فلوسنا من كل حاجه، الناس هتبدا ترتبط بده. يمكن الناس ما عندهاش فكره الهاند ميد عشان ما بيشوفوش هو بيتعمل ازاي، انت شايفاه خلاص خلصان لكن ما شفتيش حجمه وهو بيتعمل قد ايه صعوبته، فما تعلقتيش بيه. يمكن احنا مرتبطين، يمكن انا وانا حد بيشتري مني تابلو ببقى بقول التابلو باي هتوحشني، يعني عارفه عشرنا مش عايزه اسيبك اساسا. يعني عشرنا في عشره، فاحنا محتاجين حد يبقى علينا سبوت لايت اكتر على الاعمال اليدويه. لو حصل ده هتبدا الطلبه اللي في المدارس لما يشوفوا فيه اقبال وربح بيعود عليكم انها تبقى يعني دي مهنتكم وده فنكم اللي انتوا بتقدموه عن طريق شغلكم. فلما حد يشوف دوت وحد يتعامل عليه سبوت زي ما بتقولي اهتمام من الدوله او اهتمام من الناس انها قد ايه، لا الحاجات الهاند ميد معروفه بره انها بتبقى اغلى حاجه جدا. يعني هم لو شافوا ده هيبداوا هم الطلبه يقولوا طب احنا ليه لا لما نعمل لنفسنا اسم زي ده، لما نعمل لنفسنا كارير زي ده. ما هو انا النهارده كلمه انا فنانه انا بفتخر بيها طبعا، فلو هم حسوا ان الموضوع فخر والناس قدرت الفخر ده هم هيحتاجوا ان هم يكونوا يعني شايفين ان الفن ده مظلوم شويه كتير مش شويه بس كتير ومش احنا بس، كل تقريبا كل الفنانين كل واحد بقى يقول لي الفن شايفه من وجهه نظره مظلوم ازاي من ما يعني شيماء سوري. بالنسبه لي شويه اكتر حاجه بتضايقني ان هو يقول لك موزايك ده مش فن، انت بتجيبي صوره وبتكبيريها وخلاص بتحطي شويه ازاز فوقيها. طبعا ده يعني منتهى يعني مش عارفه اقول ايه، يعني منتهى الظلم اللي في الدنيا، لان انت مش بس يعني انا ممكن اخد كوبي لاي صوره او رسمه لفنان معروف او مش معروف ابدا اني انفذها، بس انت مش فاهم علشان انا اوصل لك الصوره اللي هي مثلا الرسمه اللي معموله زيت اوصلها لك ازاي موزايك بنفس تدركت الوان الزيت وازاي تداخل الالوان مع بعض، ازاي عينيك وانت شايفها تبقى مرتاحه مش فاصله مش حاسس ان الابعاد بتاعتها مظبوطه، ازاي اطلع لك صوره زي اللي الفنان عاملها ويمكن احسن منها كمان بموزايك حاكمني الى حد ما برضو في الوان وفي تكنيك شغل
ان انا اطلعها لك بالكواليتي اللي انت عاملها بفرشه كده، دي حاجه صعبه جدا مش سهله ابدا. فلازم ان احنا نقدر الشغل ده اكتر من كده، نعتمد على ان ده فن وشكل صعب جدا كمان من الفن. يمكن اي حاجه هاند ميد احنا الثلاثه بنشترك فيها صعبه جدا في تكوين الرسمه نفسها، صعب في الهاند ميد بتاعها، صعب في الجهد بتاعها، في الصبر اللي انت محتاجه علشان تطلع حاجه انت بجد تبقى فخور ان انت عملتها. عايزة اقول لكم كتير من الناس تقول لك ده الفن الرسم الاول بالالوان العادية او زي ما عبد المعطي كان بيقول بالحرق او الكلام ده، لا ده مكلف جدا ومفهوم معروف، بس بتهيالي الموزايك اصعب، وبتهيالي الفن اللي انتوا بتقدموه كل واحد فيكم مختلف، بتهيالي اصعب وبيدي شكل. يعني انا شايفة يعني رسمة فيروز انا حاسة انها مجسمة، لكن التابلوهات العادية بتبقى تحسيها زي الفلات، ما بتبقاش مجسمه زي كده. فشايفين ايه الصعوبات التانية اللي بتواجهكم؟ يعني عبد المعطي انت قلت لي غير الحاجات اللي انت الصعوبات اللي قابلتك طبعا واللي تسمعيه من ورا الصعوبات دي ممكن يخليكي تيأسي ما تعمليش حاجه. بس اللي عاجبني فيك ان انت لا عندك لا واصرارك ان انت بصرار. فكلمني لا كلمني عن الصعوبات وكلمني عن اصرارك ان انت صعوبات كتير. من ناحيه الصعوبات هكلمك على ايه ولا ايه؟ كتير صعوبات كتير. شايف ايه المشاكل اللي بتواجهك دلوقتي غير ان هم ان مش معمول سبوت عليك وان هم ما بتتقدرش؟ اللي بتقابلني دلوقتي حاليا ان محدش فاهم حاجه عن الفن دلوقتي، محدش بيدور على الفن، محدش بيدور عليه اصلا. يعني مهندسين ديكور نفسهم اللي هم المفروض ان هم دارسين وعارفين طبعًا يعني ايه، هم اللي يدوروا عليكم يجي يقول لي ده شويه زلط، انت عملت ايه يعني؟ ده شويه زلط معقوله يا استاذي الفاضل؟ ده الوانه طبيعيه، عشان اطلع اللون ده بطبيعته مش سهل. شوف انا قعدت وقت قد ايه عشان اطلع اللون من اكتر من 200 لون، مش سهله. يقول لي لا ده شويه زلط يعني. قليل الاول اللي تلاقيه فاهم، واللي فاهم برضو تحس انه مش عايز يديك تقديرك. ما فيش هو ده اللي بيصعب عليك ان انت يعني على المجهود اللي انت بتقول سنتين وثلاثة وبتقعد أربع سنين ان انت تعمل تابلو، شايفة لما يجي حد يقول لك لا او ما يدكش قيمتك او ما يدكش المجهود اللي انت عملته، ده بيديني عزيمة اكتر ان انا اعمل شغل تاني. اصرارك مش اللي هو يحبطني اللي يعني اصرار ان انا اعمل حاجة بجد. يعني اللي هو بثبت بيني وبين نفسي وبيني يعني قدام الناس ان انا هعمل حاجه بجد ان شاء الله. ان شاء الله، وده اللي نتمناه منك ان انت ما يجيلكش احباط وان انت تقدم الاحسن. ارجع لشيماء، ايه تاني حابه تفرجوه لنا يا شيماء؟ ماي سوري لخبطنا. ماي ايه اللي حابه تاني تقدمه لنا؟ التابلو اللي جنبك. كلمينا عنه. التابلو ده يعني هو المفروض واحده، انا مش يعني مش قادره لغايه دلوقتي احدد لها ملامح، هي فرعونيه ولا هي سعوديه، انا نفسي مش عارفه احددها يعني. بصي اللخبطه من كتر ما انا وانا بشتغلها انا حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه كده، بس انا مش عارفه هتطلع مني شكلها عامل ازاي. اخليها تاخد الطابع الفرعوني اكتر ولا انا عملت فلاح وعملت ناس بجلاليب وعملت حاجات كده كتير. بس دي كانت بالنسبه لي ان واحده ست رافعه ايديها وشايله قفه او مشنه على راسها، شكل الجلابيه بتاعتها، شكل العلامات الهندسيه اللي على القفه واللي على ان الوش، يعني انا تقريبا المناخير واخده ثلاث رملات يعني عشان ادي الجنب الكيرف بتاع الجنب ثلاث رملات بالظبط عشان تديني الارتفاع بتاع حجم المناخير البق الحاجات دي كلها. هو الموضوع يعني صعب، بس بعد ما شفتها في النهايه انا حباها جدا، انا الطبلوهات الغاليه على قلبي جدا يعني. في طبلوهات بتحبي ان انت تحتفظي بيها ما تديهاش لحد ما تبيعهاش؟ كلهم ماما بتقولي بطلي تحبيهم قوي علشان يتباعوا. عشان لا كمان عارفه لو ببقى بس مبروك على اللي هياخدها برضو. ايه مش عارفه معلم جنبي. ايوه طبعا انت بتعملي عشان خلاص زهقت عايزه اشوف انتاجي بصراحه. عايزه كمان نعمل مكان يعني نبيع، يعني نفسي الناس يا جماعه في صيني واه في حاجات جاهزه واه في حاجات مستورده وكل حاجه، بس ده هاند ميد يعني ده حاجه كده ليها رقي وليها فهم خاص وانطباعات خاصه. مش معقوله الغرب بيقدروا الفن ده الفن طبعا الهاند ميد بدايته اساسا دايما بدايه اي فن وبدايه اي حاجه طالعه مصر احنا تقدرنا بالاهرامات بدايه اي حاجه
الاهرامات دي هاند ميد، فاحنا بدايتنا اصلا وجدودنا واصولنا كلها حاجه بالايد بتتعمل. فهو بس يا رب الناس تبدا تقدر ده اكتر للفن بتاعنا وللفنون التانيه. طب وانتوا ايه اللي انتوا تتمنوا من الدوله انها تقدموا؟ ايه اللي انتوا حابين ان انتوا في الفتره الجايه لا احنا عايزين مكان، عايزين الناس تبقى فاهمه ده، عايزين ايه اللي انتوا تتمنوا من الدوله في الفتره الجايه؟ بما ان الاذاعه هي رقم واحد او التلفزيون والاعلام هو رقم واحد، متمنيه ان هم يعملوا لنا فقره او حلقه او بروجرام خاص بينا ان شاء الله، لو كل حد فينا هيطلع فيه يوم ويبقى معاه ضيف احنا نوريهم احنا بنعمل ايه، دماغنا طموحاتنا عايزين نعمل ايه. طبعا الاعلام علشان نبدا الناس تشوفنا، دي اول سبوت لايت المفروض يعني اتمنى من ربنا ان هي تتعمل. تاني حاجه ان احنا نعمل مكان للكل اللي ومش تبقى بالصعوبه ان الناس توصل لها، يعني حاجه تكون سهله ان ابسط حد يعرف يوصل لها. يعني تبقى اعلانات متوفره ان لو انت عندك فن، لو انت عندك موهبه تعالى اوصل لمكان كذا 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 هنوصلك لمنطقه كذا. يعملوا لنا مكان نعرض فيه المنتجات بتاعتنا، يعملوا لنا معارض دوليه تسمح بان احنا نعرض المنتجات بتاعتنا، يبقى لنا اسم، احنا مش قليلين علشان يعني نتهمش. احنا لو وصلنا للدول الخارجيه هم هيتمنوا. يعني قبل كده انا عرفت ان في دوله معينه بدون ذكر اسماء طلبت ان الناس مننا تروح عندهم يعلموها الفن ده على اختلاف المهن طبعا، ان كل واحد عنده موهبه يطلع يعلمهم. طب هم عايزين طب ما احنا بقى احنا اللي نبدا بده. احنا نعلم يعني احنا مصريين احنا بنعلم الدنيا كلها كل حاجه، فليه ما نبداش بده ان احنا نعمل مهرجانات بس خارجيه وداخليه، يبقى في اعلانات كافيه للحاجه اللي احنا نبدا فيها. يعني لو احنا طالعين في مهرجان يتعمل لها، يعني مش شرط ان انا اكون فنان ممثل او ليا اسمي او اتشافت عن طريق الكاميرات، فانا اتعرف بس يعني في مخترعين في فنانين، احنا كل الطبقات دي مخفيه على الرغم ان انتوا لو ظهرتوهم انتوا اللي هتكسبوا. ده بيرفع يعني احنا ليه فخورين جدا بزويل علشان خاطر هو ظهر. طب في ناس تانية تحت على فكره لو ظهرتوهم هتبقوا فخورين جدا واحسن مش شرط احنا في غير بالذاته. وكمان يعني اكيد يعني زي ما بقول لك انا واحده من الناس لا بحب يعني شفت الفن دوت وعاجبني وعايزه اقدمه بس مش عارفه يعني اتعلمه فين، فبتهيالي ناس كتيره جدا هتوفر فرص عمل كمان. يعني بالزبط. ان كل واحد اكيد بقى بتفكيره زي ما انت ابدعتي ان انت تعملي حاجات مجسمه وتبقي مخلياها لا على شكل وقلت ان انت هتطوري فيها كمان لا، فممكن غيرك يبقى تفكيره اكتر منك اعلى هيطور. هي دي من ضمن المشاكل اللي كانت بتقابلني برضو ان مفيش حد يعني في حاجات كانت بتقف قدامي في اول صوره دي اللي قعدت فيها 4 سنين هي ما تاخدش وقت، بس في افكار نفسها لازم تتعمل ما حدش عارف يوصلها لك ان هو كفن جديد بتلاقي هجوم مش بتلاقي اللي هو حاجات طبعا ده مهندس ديكور يجي يقول لك دي كارثه ان هو يقول لك ايه ده مجموعه زلط دي كارثه ان هو يقول لك كده اصلا. يعني ايه اللي بتتمناه يا عبد المعطي؟ مش عايزه السكوت، عايزك تقول بصراحه. نتشيك شويه ان انتوا تتحط عليكم السبوت اكتر مش هيبقى في نفس الفكره برضو يبقى في اهتمام اكتر بالفنانين. زي ما مي قالت احنا لما نزلنا مهرجان لقينا كميه فنانين انا ما كنتش متخيله ان احنا عندنا كميه الفنانين دول اللي بيشتغلوا في كل مجالات الهاند ميد بشغل مختلف بالشكل ده. يعني حتى لو لقيتي انا شفت حاجات طبعا قش البيت بيتعمل عليه ميه الذهب كمان وبيتعمل بيه طابلوات دي انا عارفاها، ده كان فيه شغل ورق كل حاجه استخدمت الاركيت اليدوي حاجات كده. احنا كفنانين واقفين عاملين كده كنا بنتفرج كتير فعلا يعني في خيامه يعني بتلاقي قبل ما نطلع المهرجان ده كل واحد فاكر نفسه هو بس اللي عامل حاجات حلوه. لما طلعنا لقينا كلنا الله اكبر كل واحد طالع له موهبه شكل غير التاني. حتى لو نفس المنتج يعني لو انا مثلا بشتغل كروشيه وماي كروشيه لكن تلاقي الحاجات اللي انا عاملاها مختلفه تماماً عن التاني عن الشغل. كل واحد ليه روح مختلفه عن التاني، مقدم الحاجه بشكل مختلف، افكار جديده. ف واكيد الموزايك انت زي ما بتقولي انت ما اتعلمتوش في مدرسه او ما دخلتيش جامعه عشان تتعلمي، ده جالك هوايه فان انت بتبدعي فيه، فانت بتبدعي فيه من داخلك مش حاجه اتعلمتيها. فاكيد بتقدميه غير لغيرك غير يعني كل واحد بذوقه هو. لما بتوصلي ان انت تحبي الحاجه قوي لدرجه العشق كده زي ما انا بعشق الموزايك هتلاقي ان انت ايه تاني اللي قدمتيه يا شيماء؟ برضو هوم اكسسوارز زي ما قلت لك في المرايات زي اللي هي الحاجه ده البوكس ده بوكس الاكسسوارز برضو زي علبه مجوهرات بالظبط كده طبعا قدمته باكتر من شكل
بدأت برضو بوحدات الإضاءة. الأول كنت بستخدم الأباريك أو الكور بتاعة الإضاءة الصغيرة، بعد كده بدأت أطور شوية في الشغل، بعمل زي نجف بيساعدني فيه مهندس متميز جدا اسمه محمد منيب، هو بيعمل الديزاين أصلا وأنا ببدأ أطعمه بشكل مختلف بالموزايك، ده برضو عمل شغل جديد. يعني شوية حاجات كده، كل يعني ممكن تلاقيني وأنا ماشية في الشارع أشوف حاجة أوصلك أقول دي شكلها حاجة كده في الموزايك، يعني هي بتحول للحاجة اللي بشوفها موزايك. انتي تحوليها لفنك انتي اللي انتي بتقدري تطوري الحاجة اللي انا حباها. بس فدي حاجة حلوة يعني. شايفين الفترة الجاية ينقصكم المهرجانات؟ يعني احنا بنشوف مهرجانات كتيرة قوي للفن، ومهرجان السينما الافريقية، مهرجان مش عارف ايه، شايفين ينقصكم دلوقتي المهرجانات للحاجات الهاند ميد؟ نفسكم ان انتوا تلفوا كمان المحافظات تقدموا الفن دوت وبقية المحافظات تبقى متعرفة عليكم وتبقى عارفاكم؟ نتمنى، لان احنا بينقصنا الدولة رقم واحد. لو احنا حاسين ان احنا معلش احنا ظهرنا بلدنا، هي املنا، هي لو احنا داخلين في اي مكان بنشتغل باسم بلدنا، بدليل ان احنا لو برنامج غنائي وحد بيبقى مجرد من مصر بنبقى مصر كلها قاعده يا رب تعمل له فويس اعمله فويس عشان بس هو اسمه كده التايتل بتاعته مصري. لما بيرفع علم مصر بتبقى بالدنيا واللي فيها. فاحنا محتاجين ان الدوله ترعانا، لان احنا كل اللي احنا طالبينه في الاخر نرفع علم بلدنا ونرفع اسمنا ونرفع اسم البلد معانا، بان احنا نبقى حاجه. انا لو انا حابه ان انا يبقى معايا حد، طب انا محتاجه ادي عماله، ادي رقم واحد، محتاجه حد للبرواز، ادي رقم اتنين، محتاجه حد يساعدني ان انا في حاجات، بس مثلا ممكن حد لو متعلم معايا وبيعمل هو الارضيه انا اكون بشتغل حاجه ثانيه، يبقى احنا معايا عماله واحد اتنين تلاته، يبقى انا عملت ستاف عماله. كذلك شيماء، كذلك عبد المعطي، لو كل واحد فينا انتي بس انتي بتشغلي كمان ناس معاكي، يعني زي شيماء لما قالت انها في مهندس ديكور بيساعدها في بالذات في الحاجات اللي هي النجف او الكلام ده كله، عشان امكانيه الاضاءه والكلام ده كده هتبقى صعبه عليكي. بالظبط. فلو كل واحد مننا معاه ستاف عمل، احنا رقم واحد بطاله، يعني احنا شغلنا ناس او اشتغلنا مع بعض. رقم اتنين، لو بقي في عرض، لو حد وفر لنا العرض وحد وفر لنا المبيعات، في انتاج اعلى. بما ان في انتاج ففي مكاسب احسن طبعا. احنا لو بعنا الحاجات دي في بلاد اللي زي مثلا شرم او الغردقه او البلاد دي اللي فيها نسبه سياحه اعلى، احنا دخلنا عمله صعبه. بالزبط. يعني لو اتعمل مهرجان وتعرضه دوت للسياح مثلا مره في الشهر او ميعاد معين يتحدد فيه، مثلا الهاي سيزون بتاع يعني الموسم بتاع مثلا الاقصر واسوان في الشتاء، فده بالنسبه لكم هيبقى متاح اكتر ان انتوا تعرضوا حاجتكم وان انتوا تشتغلوا عليها طول السنه. مش لازم ان حاجات صعبه في الوصول اليها، بس عشان مثلا انا ممكن اعرف اوصل، بس ممكن مثلا شيماء ما تعرفش امكانياتها ما تسمحش بده، فيا ريت ان يبقى عندها او يبقى الموضوع سهل لاي حد فينا، يعني من ابسط حد لاكتر حد هيعرف يوصل، وكمان يبقى في متناول الايد التكلفه، لان احنا في الاول في الاخر شباب، ما احناش معانا الامكانيات اللي تسمح ان احنا نبقى بنصرف على الموضوع ده كتير، لسه ما خدناش منه اللي يسمح لنا بان احنا نصرف عليه. فاحنا محتاجين رجال اعمال ممكن تتبنى المواضيع، الدوله، يعني الاعلام، يا رب يعني، ويبقى بس مش فرد واحد، مش معي، مش شيماء، مش عبد المعطي، الناس اللي ورا زي ما بيقولوا ورا الكواليس، اي حد عنده موهبه يقدر ان هو يقدمها بشكل مختلف بشكل جديد، ده المفروض نهتم بيه ونتبنى الموهبه بتاعته. كمان ان احنا ممكن ندرب ناس، واي نوت ان انا انقل يعني مثلا ممكن في ستات بيوت. حلوه قوي ان انت ما بتبقيش محتكره بس الفن ده ليكي وبالذات ان انت يعني اتعلمتيه، بتقولي عن طريق الهوايه ان انت حاولتي فحبيتي ان انت تعرفي تفاصيله، لا ان انت كمان عندك ان انت تعلمي، فان انت تعطي كمان من حبك لشغلك للناس ثانيه، فدي حاجه كويسه بجد بقى. مفيش حد بياخد رزق حد، انا هعمل حاجه مستحيل انت هتنتجي زيها، لان كل واحد وذوقه. كل واحد ذوقه صح. فانا لو انا انتجت وشيماء انتجت عبد المعطي انتج، بعنا الانتاج، علمنا ناس، الناس دي عملت هي حاجات وباعت، انا مش هزعل، لان هم عمرهم ما هيجوا عليا، مش هيضروني. لما الفكره بتاعتي تنتشر واي نوت، ده حلو. لما الدنيا كلها طب اعتمادكم دلوقتي ان انتوا تعرضوا الحاجات دي بتعرضوها فين؟ على النت والناس بتخش ولا ليكوا اماكن معينه؟ لا، على الانترنت على النت بس. طب المهرجان اللي شاركتوا فيه ده شاركتوا فيه ازاي؟ كان تبع ايه؟ هو تبع يعني قناه تلفزيونيه. قناه هو عادي اقول لا اوكي كي. هو تبع قناه تلفزيونيه، هي اللي اتبنت الموضوع انها تعمل فكره للفنانين الهاند ميد، وعملته في مكان في نيدي، واحنا شاركنا بيه بحكم ان احنا نعرف حد من القائمين على تنظيم المهرجان،
وهو يعني بالصدفه كمان يعني ما جاش حد شافكم وقال لكم لا احنا عايزين انتوا دلوقتي تتمنوا بقى لا يبقى كل يعني فتره لولا ان احنا نعرفه لولا ان احنا عرفنا ندخل بالظبط لكن انتوا بتتمنوا بقى من الدوله ان يبقى لا في مهرجان للمواهب الهاند ميد اللي بتعمل حاجات اللي هو في التلفزيون العام يعني كل البشر تشوفه كل الفئات وكل الناس يوم بيبقى فيه اعلان الدنيا كلها تروح تقدم وما تبقاش محسوبيه يعني تبقى للناس كلها بجد لا وده اللي احنا بنتمناه ما بقاش في حاجه اسمها محسوبيه بجد الفن ان انتوا بتقدموا حاجه بجد وبتبدعوا فيها وتطوروا فيها بجد بشكركم جدا انتوا كنتوا منوريني مايا عبد الرحمن بشكرك ان انت كنت منورانا النهارده وشيماء ممدوح ان انت كنت منورانا وعبد المعطي بتمنى لكم التوفيق وبجد بنتمنى للمسؤولين عن البلد وبنتمنى اهي مواهب اهي ومن خلالها ممكن تتيح فرصه عمل لناس تانية بجد اهتموا بالموضوع اهتموا بالجيل الشباب اللي بجد عنده اصرار ان هو من غير تكلفه من غير اي حاجه بيعملوا ابداعات وبيعملوا حاجات هاند ميد بجد اي ناس بره بيتمنوا ده فاهتموا بدوت وبجد بنتمنى لكم التوفيق ونتمنى ان يا رب يكون حد سمعنا واكيد بتمنى المشاهدين اقول لكم تصبحوا على الف خير.